المشاهد الكريم في كل مكان على امتداد بث قناة أنغام. نواصل اليوم حلقة جديدة مع أحد أهرام الغناء والفن السوداني. نرحب به كثيرا الذي أضاف لنا الكثير في مسيرة الفن السوداني. نقول له حبابك ملايين في بيت الفن، اليوم منور بيك، وتسمح لنا أستاذنا الكريم أن ندخل إلى ظل تلك القامة الفنية. طبعا بيت الفن ده يا أخواننا هو بيت جميل، في بيوت كثيرة ما كويسة، في حي اسمه بيت الأشباح وعزنا الله، لكن بيت الفن هو بيت الطلب، بيت المتعة، بيت الجمال، جمال في النغم، جمال في الغناء، جمال في الشخصية، جمال في الأداء. بيت الفن مرحب ببيت الفن، وافتكر أن بيت الفن ده حقه أن يكون فعلا مدعم بهذه الجماليات يعني. وأنا من إنسانياتي اللي عشتها وحس بأنها هي تتناسب مع بيت الفن، أنه الشعور والإحساس بالغير في أتراحهم وفي أفراحهم وفي حياتهم، خاصة العجزة والمساكين والحاجات دي كلها. طبعا افتكر بيت الفن هو بيت المشاعر، وأنا إحساسي وإحساسي وآلامي وأفراحي بتنبعث من هؤلاء الأشخاص يعني، أطفالا رجالا نساء. فأنا أتمنى أن أكون من بيت الفن، أعطي الفن بإحساسه العميق. السلام. الشكر والتجلى لك أستاذنا الكبير صلاح ابن البادية. نحن ليلة سعيدين جدا جدا بوجودك معنا أستاذ صلاح، نورت لنا المكان وضويته علينا، وخشينا في ظلال إنسان متفرد يتدفق إنسانية. المشاهد الكريم، نحن كما جرت العادة في البرنامج إنه بنتعامل مع الشخصية ظلالة الأخرى غير الفنان. أستاذ صلاح، شنو اللي بيشعرك أنت بالإحساس، بيفرحك، شنو اللي بيخليك أنت فرحان يعني، شنو اللي بيبسطك أنت؟ والله تعرف يعني أصل بيت الفن أكيد بيفرح الناس كلهم يعني، وأي إنسان يعني يرى الجمال يفرح، جمال في الإنسان، جمال في الحيوان، جمال في الخضرة، في الخضرة والجمال، ما في شيء بتفرح الإنسان وتخليه مرتاح كمان يعني، خاصة الماء والخضار والوجه الحسن. أكثر 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 شيء ممكن يكون بيأثر عليك يصيبك أنت بالحزن يعني، إحنا دارين في إنسانيتك أنت، شنو اللي بيضايقك؟ شنو الحاجة اللي ممكن تخليك أنت غير مستقر نفسيا؟ أنت زول بتعطي الفن وجمال وبتعطي الشعور الجيد والطيب للناس، شنو أكثر حاجة ممكن تكون؟ والله يا أخي الحقيقة كل ما يألم الإنسان بيألمني يعني. أنا يعني صراحة لو سمعت أنه في إنسان سجن حتى، ولو في يعني ما يتطلب أن يسجن، أنا بحزن وأتألم يعني، لا أحب أرى أي حاجة تحزن الإنسان أبدا ولا أسمع بها. أحب دائما أكون في الصفاء، ما بحب بتألم يا صراحة. إن شاء الله إن شاء الله أبدا ما تتألم يا أستاذ صلاح. بالتأكيد طبعا عندك يعني في جيل سبقك، الجيل السبقك ده بيكون قدم لك معاني جميلة جدا دخلتك انت مجال الفن، ويعني احنا ما حنقول لك يعني حنغني ولا نغني شنو، لكن شنو في خاطرك الان ممكن تغني ويورينا من الان عايش في خاطرك؟ والله شوف انا طبعا يعني كل يعني الناس اللي سبقوني ديل من الفن عمالقة طبعا، لكن كنت يعني عندي الأستاذ حسن عطية ده، يا سلام،
كنت احبه جدا جدا، اتمنى يعني نسمع حي لو تكرمت. ان شاء الله. جميل يا سادة حبك جنني زيادة، يا جميل يا جميل يا سادة حبك جنني زيادة، يا جميل من يوم حبيتك غير مرات من ما رأيتك، فتشت عليك ما لقيتك لا خطاب لا عتاب لا إفادة، يا جميل حبك خلا كافيت أهلي وخلاني، يا جميل حبك خلاني كافيت أهلي وخلاني، ما بصح يا جميل تسلاني لكن اسمه إرادة، يا جميل يا سادة حبك جنني زيادة. الله يديك العافيه استاذ صلاح، يعني ده نموذج غني جدا يا اخي، ان شاء الله ربنا يمتعك بالصحه والعافيه. الله يا اخي جزاك الله خير برضه. ونحن يعني الناس القدام ديل يعني عندنا في مخيلتنا لهم يعني شيء كده ما 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 له قيمه، يعني شيء اكبر مما يتخيله الانسان يا اسر علينا. في صغرك يعني هل تطرقت باي شكل او في حاجه في اسطوانه الحقيبه دي كنت مداوم عليها؟ يعني عندك علاقه خاصه مع الحقيبه مع الغناء الشعبي خاصه ابن الباديه؟ الباديه هي بيئه بالتاكيد، ف يعني شنو كان مرتبط في ذهنك في صغرك يعني يكون ربما دخلك لعالم الفن؟ شوف نحن طبعا في الباديه ويتجدودك برضو أهم الناس البادية فنحن البادية دي بنحبها بكل ما فيها من الصيد من الأرنب من المأخذ الكلاب بكل ما تحوي من الجمال، فيعني نحن كان عندنا جدنا عمنا اسمه شيخ العرب، كان شيخ العرب في البلد، وكان الخواجات بيحبوا جد. اول زول يغتني فنوغراف. يا سلام. انا كنت يعني حريص جدا ان لازم امشي، وحتى مرات بزعجه يعني عشان ما يسمعني الفنوغراف ده. الفنانين القدام زمان ناس كروما. يا سلام. وناس سرور فاضل احمد قبلهم ناس ديم برهان والشيخ رحمت نعم بعدين في واحد في فنانه كده اسمها مين يا رب الشيقيه ام الحسن الشيقيه ام الحسن الشيقيه ف مؤهل العبادي لا ما هي بعد لا 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 لا, لا دي بدري دي بدري فكنت يعني حريص جدا اسمع عبد الله الماحي. ايوه ده هم ده الوحيد. حتى اتذكر حتى لا صار اتذكر يعني العباره بيقولوها الكوره اسمها أيوة. واو هلا هلا يا عبد الله هلا دي جايه من هنا صراحه الجمله دي جايه من هنا جايز نعم لانه كانوا هم بيقولوها في الفيلم في الله في الله لما يضربوا كده الكورة بيشتغل معاه وفي السال في السال هنا طبعا ده بيكون تسجيل طبعا وما بيكونوا مضطربين ما مضطربين يقولوا هاي ده هسه يا استاذ صلاح انت اضربت لنا الكنترول كله مع اخواننا جوا في الكنترول كانوا يرقصوا مع روميا وكله احنا شايفينهم منهم الله يا اخي الانسان ما بيرقص بجسمه بيرقص باحساسه باحساسه الانسان كله رقص حتى هل احنا هلا ناس
المساجد كلهم راقصين، درابش كلهم بيرقصوا. نعم نعم اذكروا اذكروا كل رقص، كل رقص يعني طرف. نعم لا كل رقص يعني. في 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 اغنيه ولا حاجه من الاسطوانات دي في ذهنك يعني بتقدر تتذكر لنا منها حته او اي يعني نموذج ثاني من؟ والله تعرف انا يعني كنت زمان فعلا بتذكر يدي بغنيها، لكن ان صبغت عليك الشخص صلاح الدين بعد الفنان. طيب يعني منو كان في بداية طريقك يعني هو بيحنوا عليك وزول يعني بيقول لك يشجعك ومشايرك؟ الله يشوف يعني جزاك الله خير. أنا عندي الحقيقة يعني صديق اسمه عبد العزيز عبد الله الله يرحمه، كان عازف عود ممتاز. نعم. وده الوحيد اللي كان بيعزف عود ويعزف مندلين. فكان يعني بيعزف يعني الأغاني لسيد خليفة، لإبراهيم عوض، لمش عارف كاشيف، عشا الفلاتية، يعني نحاول نغني كده. وبعدين كان غنانا دائما مراد بيكون في جلسات يعني جلسات جلسات الاستماع يعني. لكن عندي صديق الله يرحمه اسمه جعفر ابو زيد. احمد ابو زيد ده ما بيعازف، لكن كل مره بيقول لي يا صلاح من بدري شفت من كم 49 انا صغير يا سلام بغني كده ساكت. قلت بس احنا بتمنى لك تبقى كبير تغني في المسرح وتغني. سبحان الله رحمة الله عليه وامنيته تحققت يعني. سبحان الله في هذا الشهر الفضيل يعني سبحان الله كل المشاهدين نطلب له ورحمة. والله شفت سبحان الله المغفر جاب لنا كنز من كنوز الفن. والله والله كان بيتكلم يعني زي كلامه زي بيعمل لي دافع كده يعني. نعم يعني شنو الاغنيه كان بيعزف لك اكثر حاجه؟ كان زمان يعني ابراهيم عوض حبيبي جنني وغير حالي. انا حرجعك للجوده لانه انا عندي عود في كل القصه يعني حاول انه اعمل ارجعك للاحساس. والله ربنا يحفظك يا استاذ عزيز، حي جميله ونترحم عليه روحه. والله الله يرحم كلهم والله. والامنيه دي انا بفتكر انها تحققت ما في كلام يعني. اخذت لنا واحد من كنوز الفن السوداني استاذ صلاح البادي بالتاكيد هو يعني قام لا يمكن تجاوزه ابدا في هذه المسيره يعني طويله. من يعني شنو بتفتكر في هذا العمر الطويل فنيا شنو المرضيك؟ يعني شاعر بانك انت يعني حققت ما تتمناه ام هنالك اشياء؟ والله شوف اذا كان الفنان قال انا وصلت للقمه وقع والله انت فوتها ما شاء الله. فالفنان دائما بيتطلع الى احسن الى احسن الى احسن احسن. وعمر الفنان نهايته يعني عمره الفني نهايه حياته. وبعدين في الفنان ذاته لما يموت ما بيموت بيحيا كمان. بيعيش الفنان بيعيش. نعم الفنان ما بيموت. زي ده نحن في مسرحيه تاجوج يا سلام او مو تاجوج مسرحيه لعنه المحلق. نعمات حماد كان عندها فكره بانه المحلق ده فنان والفنان لا يموت.
رغم انه يعني في تهجير الاصل المحلق بيموت. نعم. لكني في مسرحيه لعنه المحلق، لا الفنان ما بموت، ذاك المحلق كان 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 هو الموجود. وجود المحلق شنو؟ المحلق هو الخلق تاجوج. عشان كذا البنات اللي كانت مع تاجوج سمحات جدا. لكن لأن المحلق فنان حب تاجوج جعل منها الأنظار تنتبه لكلمة تاجوج دي. حتى في الغنى جال يعني كلمة جمال زي جمال تاجوج. هاي ولذلك كان عنده صاحبه لما قال تاجوج قال له تاجوج يعني شنو؟ ما زيها زي البنات. أيوة. طبعا هو ما بشوفها كده. ايوه عشان كده خلق أيوة. خلق منها بحس الفنان. نعم. خلق أسطورة. منها اسطوره. نعم نعم انا مفتكر الاسطوره في انه يعني محاوله، انا مفتكر انك من اقدم الفنانين المغنيين اللي هم دخلوا مجال السينما والمسرح وكده. شنو يا استاذ صلاح الدافع اللي خلاك انت تمشي في السكه دي؟ شوف انا لانه انا مع الطرق الصوفيه لازم تكون في مجاميع. يعني لو 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 شفت الطريقة الصوفية مثلا الذكر مع بعض دي صور، لازم صورة ده فن. نعم. فن فن كامل. نعم. انا لما جيت للغناء الفردي ده كنت بتألم يعني. كنت بتضايق دوما. انت مع مجموعة فجأة لقيت روحك واحد بس بغني انا واحد. نعم. دي كمان كانت مريحاني. ايوه. ولذلك انا حوالي ناس، يعني حتى الكورال ما كان كافي بالنسبه لي، عايز زحمه كده. ولذلك المسرح ده انا كنت احبه جدا لانه فيه كميه، فيه الرقص وفيه وفيه الابداع وفيه الناس الكلام المتبادل بين الممثلين، يعني فيه بيخلق يعني حركه. انا احب الحركه. نعم. عشان كده حبيت المسرح. والمسرح ده بالمناسبه صعب جدا جدا، لانه حي في حاجه اسمها ناس المسرح طبعا هيشوفوني يقولوا بعدين حينتقدوني في الحته دي، لكن الحقيقه انه المسرحيه كلها مفاتيح. كلها مفاتيح. يعني انت مثلا بتقول عمر، يا عمر انا لازم اكون في الحته اللي انا فيها عمر. بالضبط. والا المساله باظت. يعني لو انت صلاح وقالوا يا عمر وما انتبهت انه الزول ده انت ممكن يكون لا ممكن تيجي جاري هناك تحصل عشان تقول نعم تحصل حته ايوه ممكن. فعندهم حاجات زي دي كده عارف، يجي بكل حته في حته لازم تقال في المكان الفلان ده. نعم. حته تقال في الحته دي في الحته دي كده. ده هنا لما تيجي تقول الحته دي هنا لازم يكون معك يكون معاك واحد ولا اثنين ولا ثلاثه عشان يكونوا معاك توزيع الاضاءه والكلام. صعب جدا المسرح، صعب جدا صراحه يعني. نعم. فأنا مش عارف سبحان الله، يعني أنا دائما بحب الحياة الصعبة. وكنت حقيقة عاصم، أقول لك أستاذ عاصم قول لي يا ولدي تريحني أنا. الله يديك العافية. فكنت أنا زمان لما أشوف الأفيشات بتاعة السينما صور المليجي وحماد عارف شنو كده. نعم. وكده أنا كان مديتي يكون عندي يعني صورة معلقة في السينما وكده وكده. منيا سبحان الله. والله منيا بالمناسبه استاذ صلاح، يعني لو 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 في حاجه فايته عليك في اللحظه دي انا بقول لك انه انا شفت انت واستاذنا ابراهيم عوض في فيلم في اليوتيوب يعني. موجود ومشاهد والناس قاعدين يشوفوه في مصر يعني مع ناس الملي مع الناس دي الحاجه كده. عندكم شيء زي ده اغنيه؟ لا انا مش اغنيه، انا عندي فيلم كامل. لا الفيلم بتاع رحله عيون. نعم. لا ده براو. في غنى مصور. لا لا ابراهيم عوض. ابراهيم عوض انت ما كنت موجود؟ لا ده ما ادري يا ابراهيم عوض والله. احمد مصطفى وابراهيم عوض. ابراهيم مصطفى عمل مع صباح. ايوه. وابراهيم عوض لوحده بس لكن الفتره بتاعت رحله عيون دي. لا ده فيلم كامل طبعا. ده يعني ده شغل ثاني. كان شغل كبير جدا. ده شغل كبير جدا. هل استفدت من المسرح ام المسرح جه بعد؟ والله شو بدي اقول لك حاجه، ده كله خصما على 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 غناي صراحه يعني. أنا كنت أتمنى أن أكون أنا في رحلة عيون دي، الدولة تحتضننا وتقول يلا خلاص دي نبدأ سينما. والله يحبطنا ما في كلام. يعني أنا السؤال الجاي بتاعي أنت حركته لي، أنا كنت داير أقول لك شنو
من الحاجات اللي انت ما قدرت حققتها، لكن نخليها للحلقه بتاعت بكره ان شاء الله. نحن حنواصل مع استاذنا صلاح من باديه في ذلك الظل، نتفيه نحن وبكل السعاده او بكل سعاده في يعني اللازمه بتاعتنا استاذ صلاح. نحن دوما بنقول مثلا الفاظ في الاغنى السوداني وفي العاميه السودانيه الحلوه الجميله اللي احنا عاده بنتعامل معاها. فعندنا اصوات يعني مثلا زول يقول لك جانا داخل توش، يقول لك فو مشى الى اخره كده، ومن ضمن الاصوات يقول لك تاخ تراخ تح دردلب دردلب بردلب. الالفاظ دي تعتبر واحيانا بنستعملها هي ذاتك غنى. يعني شنو في خاص يعني حاضر لك في ذهنك من تلك الالفاظ اللي فيها تاح تخ دي، يعني تكون حاجه انت مذكره في الغنى السوداني موجوده في النصوص؟ يعني الله يا اخي في ابكريك ابكريك في اللي هي وما دايره ما دايره لك الميت رمادا شح دايراك فوق يوم لقى بدميك تتوشح حيا علي سيف بيسوي التح. بقت الكلمه دي التح دي بقت تح بقت وشح ذاتها وشح بقت كلمه بقت غنيه ذاتها. المشاهد الكريم نتمنى انه نكون قضينا وقت جميل في ظل هذه القامه الفنيه، ونحن الان نقول تصبحوا على خير وان شاء الله لنا لقاء غدا بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا.